بالنسبة للمهرجان يابوليس 30 عام تو من عام 1985 الجمعية قاعدة تحاول كل عام تطور المهرجان وتلتقي به رغم لأنه دائما فما مشاركات يعني دولية هو من عام 94 انترناسيونال المهرجان بلاسك جاب من 5 قارات فرق مسرحية فما من إيران من الكويت من إسبانيا من فلسطين البحرين الجزائر الأردن يعني من مصر من إيطاليا من تركيا تقريبا هذوما الدول أي. بالنسبة للعروض حتى في الدورات السابقة جبنا الدول مع سفاراتهم في تونس المسرح تعرف قبل الجميع وإحنا ماذا بينا نجيبوا أحسن أعمال تكون موجودة فرقة مسرح القارة العرائس من عام 94 موجودة معنا بريس كل عام حاضر خطر أعمالها يعني متميزة بالنسبة للمهرجان كل عام حبوا نكبروه والمسؤولية قاعدة تكبر عملنا وعملنا الدورة 30 كانت متميزة ولو نواب في ناب العباد تستنش مش تقدم العام الجاي شو الامباكت نتاع الفستيفال على البلاد ولا معاش وقعوا كان في القاعة ديجا احنا عنا سير شارج في البيبليك يعني نخدموا كيشي فيرمي قبل بساعة خلينا سنة زدنا زوز قاعات أخرين أميناجيناهم اليوم قاعة نابل سونتر وقاعة سينما كارتاجلاند بالحمامات وصلنا يعني 6 قاعات بخلاف العروض اللي يتم في الشارع أثناء حبينا قالوا مدن الفنون وزارة الثقافة قلنا علاش لا احنا ما نعيشوش نابل مدن الفنون عن طريق الجماعة مي ريالمون سيرتي يعني مدة أسبوع كامل مش كان يوم بركة مدن الفنون مشينا كل يوم 4 عروض في الشارع يا موسيقى يا اسطنبالي يا مسرح شارع من طربة معد عالي المسرح الموسيقى بالكيف وإلا ديزارتيست من اللي جايين ديزيترونجي معانا يعني إن شاء الله سنة مش نعيشوا البلاد فرحة كبيرة قلنا علاش لا 2017 من بداوش برشا طاقة إيجابية العباد فدت ستريس برشا نتاع السياسه وبوليتيك والرهاب وغير احنا قلنا خلينا نوقف المهرجان الساقي كي يكبر تو نطلبوا تو فما شكون مازال ما الدوره الاولى ما عملهاش مش يصب وزاره الثقافه يقول لها اعطيني فلوس صحيح صحيح وزاره الثقافه انا بالنسبه لي ندائي لوزير الثقافه انه يعملوا كلاسيفيكاسيون لفستيفال في البلاد ايش نرتبوه من يعملوا مناجيه انا هذا مهرجان مرجعي تو مكسب وطني 31 عام ومستمر دون دعم كبير من الوزاره ومختص في مسرح الطفل ما نقولوا كل جهه نشوفوا الاختصاص أكيد. هو احنا عن الانتيتي نابل معروفة بعرايس السكر البلاد الوحيدة اللي تبيع عرايس السكر في الاحتفال برسالة إذن هو عن الانتيتي حتى تقليد قديم معروف تقليد. في تونس إذن احنا قلنا للمهرجان كبر ضيوفنا من العالم أجمع احنا دائما نطالب الدولة انها تستثمر انا قلت شعار ولا بس الدولة اللي ما تستثمرش في الأطفال راهي ما تستثمرش في المستقبل 20,000 دينار معهم عروض مدعومة راهو 15 عرض زاد مو شوية 15 عرض راهو بارفوا ولايه كامله تاخذهم على دو سيمستر مي احنا صحيح ناخذ 15 عرض مع هذا الكل هذا المهرجان يتكلف اقل حاجه 250 الف دينار بالسبونسر بال الولايه مشكوره اللي ضاعفت المنحه 10,000 دينار بالهريسه اللي انت بالهريسه مصروف كبير 85 الف دينار اللي هي 40% من قيمه التكلفه الحقيقيه للمهرجان البقيه باش نخدموا احنا كيما تعلمين المسرح انا قريت مع علي المسرحين يخدموا برشا محبه نتاع العباد نتكلم برشا على اصحابنا المسرح نهزوا فيه كل ما بعضنا بلا فلوس نعملوا البهجه والفرحه للعباد مع سنتر ماريونيت الحمامات سلفنا ضوء بروجيكتوريت الاخر يسلفك المدرسه تعطيك كيرانها باش تمشي بيهم يعني نمشيوا في امورنا بالمحبه تاع العباد يعني كان مش هذوكم موجودين في كل شيء ما نجمش تعمل مهرجان وما نجمش تكبر لكن احنا نقولوا علاش ما توصلش وزاره الثقافه اخويا ترصد لنا كل المهرجانات الكبار بما انه دولي من عام 94 دوره 31 قديم اعرق مهرجان عربي وافريقي في اختصاصه اخويا ورصدوا 100,000 دينار 80,000 دينار كل عام وخليونا نشوف شنو نعملوا احنا نخدموا 85 شنو نعملوا في البلاد ليه مدير يا اخويا ليه 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 ليه, ليه.